ولسه بنحتفل مع حضراتكم بالفالنتاينز داي ولكن بطريقه مختلفه شويتين. هنديكوا هدايا دلوقتي وهنعرض على حضراتكم افكار لهدايا كتير ممكن تقدموها في الفالنتاينز. بس خلونا نبدا بالمشكله. المشكله بقى ان احنا ساعات كتير بنحس ان احنا عاوزين ناكل بالرغم ان احنا ممكن على فكره ما نكونش جعانين اصلا، او نكون كمان لسه مخلصين اكل ونبقى مستعجبين ومستغربين ازاي احنا جعانين. ده بيطلق عليه اسم الجوع الكذاب، وده بيختلف تماما عن الجوع الحقيقي اللي بنحسه على مدار بقى من 5 ل 12 ساعه من اخر وجبه اكلناها، واللي بيظهر بالتدريج واللي بناكل فيه اي اكل بيكون قدامنا. اما الجوع الكذاب ده بقى فبنشترط فيه ان احنا او بنلاقي نفسنا فيه عايزين ناكل اكلات معينه او حلويات مثلا، وبنحس بحكايه الجوع ده فجاه، الجوع الكذاب ده. ولو اتشغلت باي حاجه تانيه ممكن انسى على فكره احساس الجوع، وده اللي بيزودنا في الوزن وحابين نتكلم عنه النهارده، ونتكلم عن الفرق ما بين الجوع الحقيقي والجوع الكذاب، وازاي ممكن نتغلب عليه. زائد زي ما قلت لكم الهدايا بتاعه النهارده هدايا الفالنتاينز داي، وكل ده مع دكتور هبه حسام اخصائيه التغذيه العلاجيه. هابي فالنتاينز يا دكتور هبه. هابي فالنتاين يا روح قلبي. كل سنه وانت طيبه وكل اللي بتحبيهم يا رب طيبين يا رب. تعالي نتكلم الاول قبل الهدايا والفالنتاينز والحاجات دي عن موضوع الجوع الكذاب ده. انا مسمياه الجوع الدلوع. الدلوع. ليه دلوع وليه كذاب؟ هقول لك ليه دلوع. عشان هو مش حقيقي، عشان الشخص فيه بيبقى بيتدلع فعلا، اللي هو مش جعان بس هو رايح للاكل وتحديدا للسكريات. عارفه اللي هو بعد ما نخلص اكل طب انا عايز بقى حاجه مسكره او بقى شايلها جنبي الحاجه المسكره. انا سمعت انها شوكولاتايه بالظبط. لا مش هناكلها بعد ما هبه تمشي هاكلها. ايوه بعد ما انا امشي ما ينفعش وانا موجوده بقى. بس فهي دي الفكره، هو جوع كذاب، هو وهمي، هو الجسم بيطلب منك ان هو ياكل عشان هو مثلا نفسيته مش كويسه او قاعد فاضي ما بيعملش حاجه فيحسسك احساس الجوع. ممكن لو شربت كوبايه ميه خلاص الاحساس ده يروح. انما الجوع الحقيقي هو اللي بيحصل من بعد 5 ل 12 ساعه من الوجبه الحقيقيه، وبيبدا يحصل معاه اعراض زي هبوط البطن بيبقى فيها كرامبس كده. ايوه, أيوة. بالظبط اللي هي الاصوات دي، انا عارفه اللي هو مثل عصافير بطني بتصوصه. هو ده بالظبط اللي بيحصل، ده كده جوع حقيقي. ببدا احس بالارهاق، ضغطي بيوطى، كل ده جوع حقيقي. انما الجوع الدلوع او الجوع الكذاب ده لا، ده الجسم ده بيبقى بيدلع فعلا بالظبط. فاحنا محتاجين بقى اللي هو نسيطر على الجوعين اصلا، الجوع الحقيقي والجوع الكذاب او الجوع الدلوع زي ما انا مسمياه. بس كده دي المقارنه ما بينهم سريعا يعني. طيب عايزه اتحكم فيهم بقى زي ما قلتي كده، سواء ده او ده مع شويه فالنتاينز في الجو يظبط لنا الهدايا. ما هو بما اننا في الفالنتاين فالناس كلها هتروح تاكل. عارفه بقى اللي هو ديت هنروح ناكل. بس لو انا خارجه مع جوزي ومش جعانه، فاهمه ازاي؟ ها؟ ما بجوعي برضه. لا ما هي النفسيه برضه لما بتبقى حلوه هنعمل احنا رايحين ناكل ونطلب غدا ونطلب جانك فود ونحتفل بالفالنتاين. عايزه اكل حاجات دايت. لا مش هينفع، مش حرام. يبقى انا مفتريه لو الراجل بعد ما خرج الست في الفالنتاين ده لو حصل تقول له انا عايزه اكل صحي، فاهمه؟ لا كده هيبقى حرام بجد. لا عادي، هم هياكلوا كل حاجه عاوزينها. وانت عارفه دايما ان انا ضد الحرمان او ضد ان انا اقول لا احنا هناكل الاكل دايت او هناكل المشويات بس والاكلات بتاعه الدايت اللي كلنا عارفينها. فجايه النهارده بالبوكس بتاع السعاده بما اننا في الفالنتاين، او بوكس الفالنتاين بقى نسميه بوكس الفالنتاين، عشان اقدر اعمل كنترول على الجوع الكذاب والجوع الدلوع او الجوع الكذاب او الجوع الحقيقي. تمام. اقدر اعمل على الاثنين كنترول. طيب هيتعمل ده ازاي؟ عباره عن ثلاث كبسولات. انا باخد كبسوله واحده بس في اليوم اللي هي قبل الفطار بربع ساعه، اللي هي كبسوله الانستيليوم. كبسوله الانستيليوم بتنزل تديني احساس بالشبع طول النهار من 7 ل 8 ساعات. طب معنى كده ان انا مش هاكل؟ لا، انا هاكل الوجبات بتاعتي عادي، ما فيش اي مشكله. هجوع. انا هجوع اكيد طبعا، بس هاكل كميه صغيره ومش يعني. هجوع الجوع الكذاب؟ لا مش هجوع بقى الجوع الكذاب ده، خلاص الجسم مش هيتدلع. هنبدا نحس الجوع اللي هو الطبيعي اللي الجسم فيه بيبقى محتاج فعلا الوجبه بتاعته، سواء الفطار او الغداء او العشاء. بس لو اتحط قدامي طبق كبير انا هاكل وجبه صغيره، هاكل مثلا 3 معالق رز والبروتين والسلطه والشوربه وبس كده، خلاص مش هاكل اكتر من احتياج جسمي. والله ده توفير برضو في الفالنتاينز. هو توفير عامه طول السنه مش بس في الفالنتاينز. ممكن نشير وجبه واحده احنا الاثنين وخلاص الموضوع يخلص. بالظبط. طيب نيجي
بقى التاني كبسوله، كبسوله الماجيك بوكس، ودي اللي بتنحت لي شكل الجسم او بقى بتفتت الدهون اللي متخزنه اصلا، اللي هي نتيجه بقى العادات الغلط اللي انا عملتها او الدهون اللي اتخزنت في الجسم وعملت لي سمنه موضعيه، بتبدا الماجيك بوكس تفتتها وبتمنع تخزين دهون جديده، بتضعف الخلايا الدهنيه انها تاخد الدهون وتخزنها وتعمل لي سمنه موضعيه. فدي وظيفه كبسوله الماجيك بوكس. هنحرق بقى من اللي موجود على طول. بالظبط، هنحرق بقى اللي موجود على طول، مش هيلحق الجسم يخزن تاني. وفي نفس الوقت كبسوله الاناسيليوم ما دخلتليش اكل كتير فيتخزن، صح، فالاتنين بيكملوا بعض. طيب نيجي لثالث كبسوله، كبسوله الفينيل. دي بقى بعد ما بصغر حجم معدتي وبزود معدل الحرق وبوصل للشيب والشكل المثالي اللي انا عاوزاه، ساعتها بقى بتيجي وظيفه الفينيل اللي هي بتحافظ لي على اللي انا عملته. حلو قوي. نزلت 10 كيلو هتحافظ عليهم 20 30 40، هي بتحافظ لي على الرده. مش هرجع تاني بقى. بالظبط، وده اللي بيخوف مرضى السمنه كلهم، ان هم بعد ما بينزلوا في الوزن وتخلصوا من شكل جسمهم والترهلات والبطن، تشتري هدوم صغيره بقى مقاس ميديوم وسمول وكده، تبص تلاقي هترمي كل ده وترجع للاكس. ونرجع بقى كامباك. دي صدمه، اوعوا تقعوا في الصدمه دي. اوعوا النبي، انا ما بصدق ننزل للميديوم واللارج والسمول والمقاسات الحلوه دي، ما بحبش نرجع لها تاني. فدي وظيفه الكبسوله الثالثه، اللي هي ما بترجعش تاني ان احنا نوصل للوزن الكبير ده. اهم حاجه ان احنا نعرف ان الكورس بتاعنا او الثلاث كبسولات دي امنه طبيعيه، مكونه من الياف طبيعيه ومصرحه من وزاره الصحه، ودي اهم حاجه اي حد لازم يدور عليها في كورس هو قرر ياخده، او منتجات بشره او اي حاجه. قدامنا التصريح من وزاره الصحه عشان يبقى الكل في امان وكل واثق اي حاجه سواء بيهديها بقى لحد بمناسبه الفالنتاينز. على فكره دي هديه مفيده، صدقي. يعني انا لما افكر كده، حد يجيب لي هديه احطها على الكومود جنبي، ولا حاجه استعملها استخدمها واستفاد بيها وافرح بنتيجتها؟ لا، عايزه حاجه استخدمها طبعا. طبعا اولا حاجه استخدمها تديني صحه، تخلي شكلي احلى كمان من الاول، وفي نفس الوقت هي هديه حلوه قوي يعني بين الصحاب البنات. يعني هقول لك مثلا، جبت لك النهارده كورس هيخليكي ترجعي زي زمان بالظبط. هقول لك حاجه، ممكن العرض بتاع الشهرين اللي هو عليه خصم 50% بنتين اصحابي يجيبوه طبعا، فيبداوا يشارك. ايوه بالظبط كده، اللي هم ياخدوها مع بعض. او بقى العرض الثالث اللي هو عليه خصم 70% بمناسبه طبعا الفالنتاين، اللي انا سميته بوكس السعاده بما اننا في الفالنتاين. ده بقى ايه؟ ده بقى البنات ممكن فعلا تجيبه، لان كمان عامله عليه النهارده عرض العنايه بالبشره، في سكراب وفي صابونه، فهو فعلا هتبقى هديه حلوه قوي. تخيلي، استني بقى، تعالي نحلم كده واحنا على الهوا، ان مثلا جالي بوكس زي ده. أيوة. والبوكس ده تحت الورد موجود فيه الـ الـ الكورس، وفي بقى السكراب بتاع البشره والصابونه حلو قوي. انا عملته للبنات تحديدا، لان احنا دلوقتي بنهادي بعض بالسكين كير، بالهير كير طبعا. الحاجات دي اولا غليت قوي. أيوة. فما بنصدق تجي لنا هديه، فعايزه ايه؟ هاتيني مثلا اي برفيوم ولا حاجه كوزماتكس او حاجه كريمات وكده، انا احب الهدايا دي جدا. وانا ده جداً. اعلان بقى، انا احب الهدايا. انا بضم صوتي لصوتك في الحلقه دي، انا احب الهدايا دي. اي حد يجيب هديه للفالنتاين تبقى حاجات بشره وشعر. فعشان كده حطيت الكبسولات. بالظبط. بس انا وانت مش محتاجين خساسين، ولا في 5 6 كيلو عشان رمضان. عايزه ايه؟ الحق نفسك. انا احب كورس الحق نفسك ده حلو قوي. انا كمان بحب بتاع 5 6 كيلو. خرفت شويه، اتعزمت شويه، مش عارفه ايه شويه، فنلحق نفسنا على طول بالكبسوله بتاع. طب ما نقول العروض بدل ما احنا سوقناهم. بالظبط. اول عرض معانا اللي هو عرض الحق نفسك، ده عليه خصم 40%، مكون من كبسولات الاناسيليوم ومعاهم كريم شد البشره، وده فيه هيالورونيك اسيد بنسبه 1.5% عشان يبقى افكتيف مع الخطوط الرفيعه. ومعاه كمان فيتامين دي هديه. ده اول عرض. تاني عرض معانا عرض الشهرين او عرض الكابل بقى، وده اللي عليه خصم 50%، وده مكون من كبسولات الاناسيليوم والماجيك بوكس ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي. نيجي بقى البوكس السعاده او بوكس الفالنتاين بمناسبه الفالنتاين، ده فيه كل البرودكتس بتاعتنا، الثلاث كبسولات، كبسولات الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل، ومعاهم بقى عرض العنايه بالبشره، سكراب لتقشير وتفتيح البشره، وصابونه البابايا والكركم لتفتيح البشره وازاله الهالات السوداء. وطبعا الشحن مجاني والمتابعه مجانيه 70%. بالظبط 70% يا جماعه. يعني انا بدي هديه، ده بنغشش. ما هو احنا دفعه تلت ثمنها. تلت ثمنها بالظبط، تلت ثمنها. ولا وفي كورس عنايه بالبشره. عنايه بالبشره طبعا. احنا قدامنا دايت لايف وان دايت، دي طرق التواصل عن طريق الارقام او صفحاتنا على فيسبوك دايت لايف وان دايت، يقدروا على طول ياخدوا البوكس ويستفادوا بالعروض منها. طيب تعالي بقى نتكلم على الحالات اللي ممكن تتهادى بمناسبة الفالنتاين
بالحاجات دي. يعني في ناس حوالينا بنحبهم جدا جدا وممكن يكونوا بيعانوا من بعض الأمراض وده يكون الحل السحري بالنسبة لهم. ما تقوليلي خمس أمراض أو خمس حالات ينفع لهم الهدية دي. حلو، احنا ممكن نقول خمس أشخاص فعلا ينفع لهم الهدية دي. أول هدية الأمهات يا جماعة اللي ناسينهم. طبعا تمام، مش ناسينهم أبدا على فكرة. يعني أي بنوتة بتتفرج علينا مامتها حاسة بتعب في الركبة، في صوت طقطقة، في خشونة، مش قادرة تصلي، مش قادرة تطلع السلم، بتحس بنهجان، صوت نفسها سكرها عالي، سكرها بيعلى، عندها مشكلة نتيجة مرض السمنة، ممكن نجيب لها الكورس هدية في الفالنتاين وندهولها ونقول لها احنا جبنا الكورس ده عشان نحسسك ان انت لازم تخسي وتبقي بصحه ونحافظ على الصحه والمفاصل كمان. صح. بان الامهات اصلا ما بتقعدش من شغل البيت والتنظيف والترتيب والاولاد ده كله بالظبط، فدي مثلا شخص ممكن نوجه لها الكورس. تاني شخص الراجل بقى، يعني ما نقدرش برضو حق الراجل وممكن مراته تجيب لك قمر بالظبط كده، وقلت اجيب لك دي هديه للفالنتاين. اللي قاعد على المكتب شغله دايما على المكاتب، وطبعا بنلاقي كرش لطيف ظريف كده طالع، هيعرف ان مراته او حبيبته خايفه على صحته بالظبط. فنبدا، وفعلا هديه بجد هتبقى كرييتيف، يعني مش اي حد جاب الهديه دي قبل كده. صحيح. وفي نفس الوقت هتديله صحه، هتخلي شكله هو لما هيخس وهيلبس الشميز ولا البدله او حاجه زي كده ويحس ان الكرش راح كده من كورس جاي له هديه. لا ثانيه واحده، انا عندي فكره بس خبيثه شويه. ايه هي؟ الكورس وشميز اقل مقاس منه. حلو ده، حلوه الفكره دي قوي والله. سامعيني يا بنات احنا بنغششكم، خسلي بالكورس ده هتقدر تلبس الشميز عشان نخرج بقى، عشان نخرج. ايوه عشان أوكي. نروح ديت حلو كده بالشميز اللي بعده او في العيد في رمضان. أيوة اي حاجه، احنا جايين لنا مناسبات حلوه. جاي مناسبات كتير بالظبط. فممكن فعلا نعمل تحدي من الفالنتاين مثلا للعيد او من الفالنتاين لرمضان، وتجيب الشميز وتجيب البوكس وتديهم له هديه وتقول له عشان يا حبيبي ان ده اصغر منك مقاس بالظبط، بس عشان تلبسه هتاخد الكورس. ايوه بالظبط، حلو ده. شكله انهي كورس بقى؟ ده كورس الكابل، حلو قوي. الله، ده جميل ده. بس وايه تاني؟ الشخص الثالث البنوته بقى اللي بنجيب لها هدايا قبل الجواز. اللي هي داخله تتجوز. صح. ممكن نجيب لها البوكس ده بحيث البنات يقولوا لها، عشان احنا عارفين ان الهرمونات بتاعه الجواز بتتخن عشان ما يحصلش مشاكل للحمل او تكيس مبايض او غيرها او غيرها او غيرها من مشاكل السمنه، يبداوا حق. فعلا يهدوها بالبوكس ده بدل ما يجيبوا بقى تابلو وحاجات تتحط في النيش والحاجات دي. حاجه تستعمل، حاجه للصحه. بالزبط. لا دلوقتي احنا لما بنلاقي واحده صاحبتنا بتتجوز بنروح نجيب لها تابلو يتعلق، ساعه، عارفه انت الهدايا اللي بتبقى في الشقه. لا احنا ممكن نجيب لها بوكس تاخده وتخس قبل الفرح حوالي مثلا 10 او 20 كيلو عشان لما تتخنهم بعد الجواز ما ياثرش على نفسيتها، ما ياثرش على الانجاب، ما ياثرش على شكلها، وتقول لك انا كنت في الخطوبه رفيعه، بصي بعد الجواز ضربت ازاي. صح. ومليت وبقى شكل جسمي وحش. فممكن فعلا نهادي للشخص ده كمان. حل. واخر شخص معانا بقى اي حد كبير في السن عندنا، عنده ضغط، سكر، عنده مثلا عمليه الهضم عنده مش احسن حاجه، ظهره بيوجعه ومفاصله وجعاه زي ما قلنا، في روماتويد، روماتيزم قصدي، او البنات امراض القلب كمان، امراض القلب والاوعيه الدمويه اللي الدكتور بيشترط فيها للمريض ان هو لازم يفقد وزن كبير من وزنه بالظبط، وامراض الغده الدرقيه. اي حد مريض عنده كسل في الغده الدرقيه او عنده الهاشيموتو يدوله الكورس ده هديه مناسبه فالنتاين يعني. وهتبقى هديه حلوه قوي. ده حقيقي. طيب دي الاوفرز والهدايا المقترحه. تعالي نروح للمشاكل بقى. المشاكل ايه؟ ان في البعض ما بيقدرش يروح الجيم نظرا للامراض اللي قلتيها دي، اقتصاديا كمان. اقتصاديا. وفي ناس الحرق عندها بطيء او ما بتحرقش خالص. هل ممكن الكورس ده يساعدني ان انا احرق وانا حاسه ان انا ما بحرقش؟ بعمل مجهود ساعات لكن المجهود ده مش كافي ان هو يحرق اللي داخل. ان مفيش طاقه اوت اوت، مفيش حاجه بتطلع. انا عماله ادخل وقاعده، بما اننا كمان في الشتاء فاللي احنا قاعدين ما بنتحركش ما بنعملش اي حاجه، فكله عمال يتخزن. صح. فطبعا الكورس بيساعد. الكورس فيه 10 اعشاب طبيعيه مقسمينهم على الثلاث كبسولات بنسب متساويه. كل حاجه طبيعيه انا حطاها في الكورس بتدخل تعمل حاجه معينه في الجسم وبتعالج مرض السمنه او بتعالج كل مشكله بيعملها مرض السمنه. فدول الثلاث كبسولات، حلو قوي. طيب مكوناتهم بقى بتعمل ايه تاني؟ بتزود معدل حرق الجسم، بتفتت الدهون، بتخلي اللي قاعد على الكنبه حتى لو بياكل
فجسمه شغال، معدل الحرق شغال، ففي دهون بتتحرق حتى لو قاعده بتنفس. انا عايزه اقول لك ان عمليه التنفس بتاعتنا دي بتستهلك طاقه طبعا. حتى لو طاقه بسيطه بس هي بتستهلكها. فبالتالي انا حتى وانا قاعده فانا هزود معدل حرق جسمي، فهحرق فعلا، الاكل مش هيلحق يتخزن. صحيح. طيب ايه رايكم نشوف كده الناس اللي فعلا اخذت الكورس حياتها اتغيرت ازاي قبل وبعد؟ الهدوم عامله ازاي؟ احنا قلنا هنجيب الهدايا ممكن هدوم، بس الكورس الاول عشان نوصل للهدوم دي. أيوة. فنشوف كده قد ايه في خيالنا دي ممكن تبقى هديه كانت كويسه مثلا لبطل الصوره دي وهو 86 كيلو. تخيلي لو حد اللي كان السبب في ان هو يوصل لل 70 وان هو يخسر 16 كيلو في شهر ونص ويخسر الكرش. شايفه فرق شكله ما بين الشميز وفي كرش وما بين الشميز والكرش راح؟ طبعا طبعا، ده يعني بجد انجاز رائع. ده بدون مجهودي هذا صح؟ بدون رياضه وبدون دايت وبدون حرمان، بس بننظم وجبات الاكل ومواعيدها وبس، بيوصل بقى للشكل ده من غير تعب. طيب نشوف الصوره اللي بعد كده اهو، من 85 بقت 70، قلت في الوزن 15 كيلو في شهر ونص. شهر ونص ده ممكن تبقي مثلا عارفه انك انت هتسافري، هتحضري فرح، حتى لو مش فرحك يعني هتبقي جاهزه لاي ايفنت ممكن، او انزلهم يجيب. عشان ما يزيدوش في رمضان والعيد، فاهمه؟ بجد ايوه. ده اللي هو اجراء احترازي عشان ما احرمش حد في رمضان وما احرموش في العيد، وصعب جدا تقول لها ما تاكليش كنافه وما تاكل، ده صعب، ده مستحيل. والناس كمان بتعزم بعض في رمضان، فتقول لك لا ده اكتر حاجه العزايم، فننزلهم تاهبا لرمضان بالظبط. طيب نشوف الصوره اللي بعد كده، من 88 بقى 70، ده حياته اتغيرت، ده خسر 18 كيلو في شهرين. تخيلي ان شهرين ممكن يغيروا حياه الشخص ده خالص، صحيا وشكلا. ده عضلاته كانت مستخبيه. يعني تقريبا نفس التيشيرت، نفس الاوتفيت هو بالظبط، يعني نفس الستايل بتاع اللبس. لا هو لا يمكن يكون نفس الجينز و18 كيلو، لا خالص، انا قصدي نفس الستايل هو هو، بس فرق ما بين ان هو عنده كرش وعنده تسدي، لان هو كل الحاجات دي نزلت بقى، حتى فعلا باين ان هو في عضلات. طبعا واقف. طبعا. معانا صور تانية ولا خلاص؟ اهي اخر صوره، دي سعيده جدا، دي النهارده سعيده، دي النهارده شخص سعيد، هتحتفل بالفالنتاينز بطريقه مختلفه، هتحتفل بيه وهي جميله، هتحتفل بال 30 كيلو، هتعرف تلبس نفسها بالظبط، واثقه في نفسها، هتعرف تلبس اللي هي عاوزاه، بدل ما تيجي مناسبه زي الفالنتاين تيجي خارجه مع صاحبتها او خطيبها او جوزها، تبقى واقفه قدام الدولاب ساعه بتنقي بلوزه جايه على مقاسها او بنطلون جاي على مقاسها، وتبقى محتاره. لا هي كل حاجه هيجي على مقاسها. طبعا دكتور هبه، 30 كيلو ده يغيروا حياه الشخص تماما. والله لو 10 كيلو بيغيروا صحته وبيغيروا شكله، ما بالك بقى ب 30 بالظبط. طيب عندنا بعض الامهات كمان بيبقوا بيعانوا مش بس من وزنهم هم، لا تقول لك انا يظهر السمنه دي في عيلتنا وراثي، انا حتى ابني او بنتي طالعين مليانين زيي. هي عايز تحميهم ما يوصلوش للتأنيب الضمير زيها، ما يوصلوش للإحباط زيها، عايزة أولادها يبقوا أحسن منها كمان. فكلميني عن الكورس ده، هل ممكن يناسب الصغيرين كمان؟ الكورس آمن جدا أولا عشان هو مصرح من وزارة الصحة، وعشان هو أعشاب وألياف طبيعية ما فيهوش أي مشاكل خالص أو سلسلة كيماوية ممكن تأثر على الأطفال أو كبار السن، فبالتالي هو آمن جدا. وحتى لو أسرة كاملة هو مفيش حاجة اسمها سمنة وراثية، يعني مفيش حاجة اسمها فعلا أنا رايحة للسمنة عشان أنا شكل جسمي كده، لا هو الجسم ممكن وراثيا يبقى بيخزن نسبة دهون أزيد من الطبيعي. طب في أماكن معينة بالظبط. ما هو أنا لو ما أكلتش كمية زيادة عن احتياجي، يعني مثلا بالظبط، انا مثلا كان عندي اسره ام وجوزها وعندها بنتين وثلاث اولاد، الاسره كلها كان وزنها زايد يا استاذه دينا بطريقه، انا البنت اللي في ثانيه ابتدائي انا كنت افتكرها في ثانيه اعدادي، في ثانيه ثالثه من كتر السمنه ومن كتر ما هي جايين يخسوا كلهم مع بعض بالظبط. قلت لها خدوا كلكم الكورس مع بعض وانت اللي هتشجعيهم. ليه ممكن اتعشى بحله محشي بالليل؟ لا ليه؟ لا. ليه لما ممكن اخد حاجه تصغر تقولي ما الولاد بيبقوا جعانين وهم ما بقدرش احرمهم من الاكل؟
طب خلاص بقى خدي الكورس. وفعلا اديتها الكورس وبدات تستجيب وبدات تاخد وبدات تقولي انا بدات اقلل كميه الاكل، لان الام مش هضحك عليكي، الام او الست في البيت هي مصدر كل حاجه. لا وضعيفه ناحيه ولادها ان هم يقولوا لها نفسنا في حاجه، عايزين نقول لهم حاجه وتقولهم. او جعانين، او مثلا الولاد يقولوا لها تقولي طب من سن كام؟ من سن 11 12 سنه لغايه بقى 85 واحنا بس طالعين. البعض بيبقى قلقان من السن الصغير ده في البلوغ مثلا، البنات او الولاد كمان الامهات بتبقى قلقانه، هل الكورس ممكن يسبب لهم اي حاجه ناحيه البلوغ ولا اي حاجه؟ لخبطه هرمونات حاجات زي كده؟ ده الكورس بيعالج لخبطه الهرمونات. البنت لما بتبلغ لو هي عندها سمنه بيحصل تاخر في الدوره الشهريه ما بين شهر والتاني، والام تقول لك ايه ده عشان لسه بالغه فحصل لها لخبطه هرمونات. لا، هي لخبطه هرمونات نتيجه مرض السمنه، الهرمون بتاع الذكوره اللي هو التستوستيرون بيدوب في الدهون فبيتحول لهرمون انوثه، فبيزود هرمون نوسة زيادة عن حده عن الطبيعي بتاعه، فمن هنا بيحصل لخبطة الهرمونات. فبالتالي أنا ألحق ده، بالعكس ده أنا أديها قبل سن البلوغ عشان ما يحصل لهاش مشاكل لما تكبر، والراجل برضو كذلك. طيب فكرينا بقى بالأوفرز والعروض والفالنتاينز بوكس وكل الحاجات دي. حلو، احنا الاول طرق التواصل عن طريق الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، واحنا معانا ثلاث عروض. اول عرض عرض الشهر اللي هو عرض الحق نفسك، ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات الاناسيليوم وكريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وتاني عرض معانا عرض الكابل اللي هو عليه خصم 50%، ده عرض لشهرين، ده مكون من الاناسيليوم والماجيك بوكس معاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وبوكس الفالنتاين او بوكس السعاده ده مكون من الثلاث كبسولات بتاعتنا الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل، ومعاهم عرض العنايه بالبشره سكراب لتقشير وتفتيح البشره وصابونه البابايا والكركم لتفتيح البشره وازاله الهالات السوداء. بس طبعا ما ننساش ان بعد كل ده الشحن مجاني والمتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص. طيب هنتكلم على الفريق الطبي بس الاول، نشوف مع بعض كده ونستعرض الريفيوز اللي معانا. نبدا باول ريفيو على طول، بقيت 93.5 من كام؟ من 103. انا مش شايفه 103 تقريبا، انت شايفه من 98، سوري من 98 بقت 93.5. فقد ايه النهارده اول يوم في الاسبوع الثاني؟ طبعا ده انجاز حلو جدا. طبعا في اسبوع يعني 83 ده شيء رائع. 93 اوكي، من 98 من 98 من 98 ل 93.5، يعني 4 كيلو ونص. 4 كيلو ونص بالظبط. حلو قوي. السلام عليكم، انا اخذت الكورس من شهرين وخسيت 20 كيلو، دلوقتي ابدا في الفينيل وانا لسه حابه انزل 15 او 20 كيلو تاني، اعمل ايه؟ الفينيل ده كده كورس التثبيت، فهي بتسال محتاجه تاخد كورس تاني ولا لا. ساعتها انا بدي برضو الفينيل، والفينيل برضو بينزل تخلصه في الوزن الاول تخلصوا، لقينا ان احنا لسه محتاجين بناخد كورس الشهر. طب ما تقدرش مثلا تخلي الفينيل وتاخد كورس الشهرين؟ هو تاثير الفينيل مش هيروح، بس هو برضو بيخسس. يعني احنا الكورس أوكي. لسه انا فاكره انه بيثبت بس. لا 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 خالص، الكورس كل مكوناته بتحرق وبتخسس، وبعدين انا برضو بسيب الجسم بيشتغل بطبيعته، فالمعده الصغيره لا، ما هو انا محافظه على كميه الاكل الصغيره، فبالتالي انا لسه بنزل في الوزن مش بزيد في الوزن. طيب اخر ريفيو قبل التليفون، انا بدات الكورس يوم الاثنين اللي فات، كنت 101 وبعدين بعتت فويس مسج انا مش عارفاها بقى اخست قد ايه. المهم الفريق الطبي بيقولوا لها وزنت النهارده 96، يعني نزلت 5 كيلو يا دكتور هبه. 5 كيلو بالظبط. فبيقولوا لها الحمد لله. طبعا برده 5 كيلو ده شيء رائع. ادي الريفيو الاخير، احنا معانا تليفون هنرد عليه ونرجع نعلق على الحالات اللي معانا. معانا منار على التليفون. يا منار مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. طمنينا عليكي يا منار. نعم طمنينا عليكي، عايزه تخسي ولا خسيتي؟ لا عايزه اخس. طيب عايزه اخس. اذا دكتور هبه معاكي على طول. قولي يا منار. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. انا نفسي اخس والله، بس مش بعرف اعمل اي دايت خالص. طب انت وزنك كام الاول؟ انا وزني 95 وطولي 155. طيب يعني عايزين نخس 20 كده، 25 كيلو حاجه بسيطه يعني. مش بسيطه قوي برضو. يعني رقم. هو رقم بس معانا مش رقم، فما تقلقيش. طب قولي لي انت خدتي عملتي دايت قبل كده او خدتي اي ادويه قبل كده؟
لا لا خالص، مش بحب اصلا اعمل دايت، مش بحب الرجيم. طب انت متجوزه ولا مش متجوزه؟ لا لسه انسه. طيب كنت هقول لك، طب في واحده صاحبتك برضو مليانه في الوزن ولا انت بس؟ لا هو انا في كتير من صحابي كده، مش انا لوحدي بصراحه. طب حلو قوي، الحقي بقى استفادي بالعروض. بس خطوه عشان يعني حركتي بقت ثقيله قوي الفتره دي. لا بمناسبه الفالنتاين، برافو عليكي انك انت قررتي. وبمناسبه الفالنتاين انت تاخدي كورس ليكي وكورس لاقرب واحده من اصحابك وتستفادي بالعروض النهارده. وال20 كيلو دول انا يعني تحدي اهو مع استاذه دينا وفي ست ستات النهارده، احنا هننزلهم في مثلا شهر او شهر ونص بالكتير، ايه رايك؟ حلو جدا. خلاص انا هستنى مكالمتك بعد ما تطلبي الكورس. بقول لك ايه، ولو عايزه تستفردي بالكورس لوحدك وتخسي بدل 25 30 كيلو انت حره. يا ريت تهادي نفسك في الفالنتاين. شكرا يا استاذه دينا. ميرسي يا منار. ميرسي حبيبتي. ليه بقولها كده؟ علشان التاكيد على التثبيت. يعني انا من وجهه نظري ان الواحد يخس 2 3 كيلو ازيد من اللي عايزهم، علشان بيبقى دايما في طفره. ولا معاكم مفيش طفره؟ بصي لا، هو دايما انا عشان الكورس طبيعي وسايب الجسم يشتغل بطبيعته. انا دايما بقول لهم ما تقلقوش من ال 2 3 كيلو فوق او 2 3 كيلو تحت. أوكي. يا اما بنزلهم يا اما بطلعهم، فانا سايبه الجسم براحته، سايباه مرن، مش حطاله ماده كيماويه هي اللي مقصره في الوزن ومثبتاني على طول. لا خالص، مفيش جسم بشري ما بيتخنش وما بيزيدش. ده احنا في الشهر صح. البنات والستات في كيلو ونص واتنين كيلو فتره كده، فتره الدوره الشهريه بنتخنهم وبنرجعهم تاني. بس في الميه في الجسم بالظبط كده. فبالتالي لا، انا ببقى سايبه طبيعه الجسم وببقى قايله لهم ان انتوا لو تخنتوا كيلو او اتنين كيلو ده مش معناه ان احنا هنعمل كامباك، لا ده عادي جدا للجسم. كلنا حاجه زياده، عكينا شويه في الاكل، زودنا في الحلويات، ده طبيعي جدا ما فيش فيه اي مشكله. دور الفريق الطبي بقى في اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ده هيساعدني ازاي؟ حلو قوي. الفريق الطبي بيستلمنا كده من اول المكالمه، من اول تليفون. من اول تليفون بنتابع، اول ما بيوصل الكورس بيصوروا لنا صوره الكورس ويبعتوها على الواتساب، بنبدا نقول لهم الكورس بيستخدم ازاي، بنبعت لهم تصريح وزاره الصحه، اللي عاوز دايت بنديله دايت، وبنبدا ناخد تفاصيل اليوم تفصيله تفصيله من الساعه 7 الصبح مثلا لغايه بالليل ما نرجع ننام، عشان نشوف ايه الحاجه الغلط اللي ممكن تكون بتحصل بتاثر وبتعمل السمنه او طبعا بتزود في الوزن. طيب دلوقتي بقى لو بصيت لقيت نفسي ان انا يعني محتاجة دايت، انا داخلة من الاول، انا مش عايزة دايت، عايزة اكل عادي وكل حاجة، لكن تحمست وعايزة انزل اكتر. ده بيحصل في تاني اسبوع. تاني اسبوع بقى هل ممكن الفريق الطبي ده يديني نظام غذائي زي ما بروح لدكتور تغذية امشي معاه على نظام؟ حلو جدا، بس انا مش بدي نظام غذائي حرمان قاسي. عارفه الورقه اللي هو مش هناكل فيها غير بيض وممنوع ومسموح وممنوع كل انواع معرفش ايه انا ما بديش دي خالص. انا باخد، لان في ناس كتير عندي ما بتاكلش بيض، ما بتاكلش جبنه قريش، ما بتاكلش اي نوع من انواع الجبن، في ناس ما بتاكلش خضار خالص. انا بقابل فعلا طفرات كتير. فدور بقى الفريق الطبي ان هو بيبقى قاعد بيعمل نظام غذائي يناسب كل شخص. انت مثلا يومك عامل ازاي، بتاكل ايه، ما بتاكلش ايه، عندك ايه امراض، حاجات زي كده. يعني اللي عندهم انيميا نزود مثلا الخضار والحاجات اللي فيها حديد، وبنبدا نعالج الجسم بشكل طبيعي وعن طريق الاكل. فده دور الفريق الطبي. لا، وبنبعت دايت اسبوعيا او كل 10 ايام بنوزن وبنغير نوع الدايت بتاعنا، وبنبدا نشوف احنا الدايت كان مريحنا، كان تعبنا، حسينا بجوع، ما حسيناش بجوع، بنبدا نتابع واحده واحده. جميل. طيب هتقولي لنا الاوفرز تاني؟ يلا بينا. طرق التواصل زي ما قلنا عن طريق الارقام او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، واحنا معانا ثلاث عروض. عرض الشهر ده عليه خصم 40%، وده مكون من كبسولات الاناسيليوم ومعاهم كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. وتاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50%، وده مكون من كبسولات الاناسيليوم والماجيك بوكس ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وبوكس السعاده او بوكس الفالنتاين النهارده ده مكون من الثلاث منتجات بتاعتنا الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل، وعليهم عرض العنايه بالبشره، السكراب لتقشير وتفتيح البشره، وصابونه البابايا والكركم لازاله الهالات السوداء، وبرده تفتيح البشره، وطبعا الشحن مجاني والمتابعه مجانيه من فريق طبي. ده شيء رائع. وتحطوه في بوكس كل ورد وتقدموه للي بتحبوهم، حتى لو هتقدموه لنفسكم دي فرصه نهدي نفسنا بالورود برده.
دكتور هبه حسام اخصائيه التغذيه العلاجيه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل المعلومات الصحيه اللي اديتيها لنا النهارده. ومره ثانيه بقول لحضراتكم كل سنه وحضراتكم طيبين، هابي فالنتاينز داي. ما تفوتوش النهارده غير لما تعيدوا على كل اصحابكم، كل حبايبكم، كل اللي بتحبوهم. وبشكركم على متابعه حلقتنا النهارده، اشوفكم الحلقه الجايه باذن الله. يا رب على كل خير. باي.